البنات ديال سيمبل اند ديليشس باي هانيا. في الفيديو ديال هذا النهار غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي سهله 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 بزاف، تخلي بال الامهات انهم يقدموا واحد البديل صحي لوليداتهم داك المنتوجات اللي كيتباعوا في لي غروند سيرفاس. غادي ديروا الخطر لوليداتكم وميم طون غادي تكونوا مهنيين لا كاليتي نوتريسيونيل ديال هاد الوصفه. دونك نبداو بالمقادير: 75 غرام ديال لي نوازات، 75 غرام ديال الزريعه، زريعه نهار الشمس، 75 غرام ديال الزريعه ديال القرعه، وعندنا 200 غرام ديال رقائق الشوفان، عندنا 100 غرام ديال الشوكولا. انا كنخدم شوكولا نوار، مي الا بغيتو يمكن لكم ديروا شوكولا اولين ويختاروا الشوكولات اللي يكون لو ماكسيموم فيه ديال الكاكاو باش ما يكونش فيه السكر، باش كتنقصوا حتى من الكونتيتي السكر اللي تاكلوا. 30 غرام ديال الويل فيجيتال، انا كنخدم الويل دو كوكو، مي يمكن لكم تخدموا الويل دو كوزا، و 120 غرام ديال العسل. كنبداو بلي نوازات. دونك غادي نمشيو لا بالانس وغادي نعبروا 75 غرام. هاد لي نوازات يمكن لكم تعوضوهم باللوز الا ما عندكمش لي نوازات، حتى الوصفه كتجي زوينه باللوز، غير المخصم يكونوا محمرين ديجا في الفران، كدوزوهم واحد 10 دقائق 160 درجه باش كتحمروهم، وما تحمروش بزاف حيت مازال غيدخل الفران مره اخرى في هاد الوصفه. دونك هنايا دابا غادي نهرمشوهم، غادي نديرو 2 سكوند وغادي نديرو بيتا 5. هانتوما حنا هرمشناه، كنحيدوهم ونديروهم في ان اوتر بول، كنخليوهم باش نرجعوهم من بعد. من بعد كنزيدو لي زانغريديون ديالنا لخرين، كنمشيو لا بالانس، كنحطو البول ديالنا، كنردو لا بالانس لزيرو، وكنزيدو 75 غرام ديال زريعة القرعة، كنردو لزيرو، كنزيدو 75 غرام ديال الزريعة. ثاني شويه ماشي مشكل، وكنزيدو 200 غرام ديال الشوفان. فوالا، دونك هنا كنحيدو هاد لا بريباراسيون ديالنا، كنخليوها دابا نرجعوها وكنمشيو نرجعو البول ديالنا، كنحيدو الميزان، كنرجعو للمنيو ديالنا، و هاد المرة كناخدو 100 غرام ديال الشكلاط، حتى هي كنهرمشوها، لو ريزولطان. كنزيدو 30 غرام ديال زيت الكاكاو، كنزيدو 120 غرام ديال بس غادي نسخنوه 3 مينوت، سي
50 degrés. Et d'après la préparation d'Yann, d'abord, Kenzie Doha. الفرا اللي تدير قليله ديال لي نوازيت ملي كنخلطوا لا بريباراسيون ديالنا بحال هكا كناخذوا مول ديال السيليكون اولا اون فوي دو كويسون وكنديروا فيها فوالا خلاص ديالنا كيجي بحال هكا سويتو مزيان وكنطلقوه باون سباتول اون فوا كنطلقوا لي غرين ديالنا على لا فوي ديال السيليكون او لو بابي كويسون كنطلقوها مزيان هكا وكنديروها في الفرن ديجا سخناه لدرجه الحراره 160 درجه وكنخليوها 10 دقائق كنعاودو نجبدوها كنحركو لي غرين كنفرقوهم على بعضياتهم وكنعاودو ندخلوها الطب 10 دقائق واحده اخرى على نفس درجه الحراره 160 درجه بعد ما كنجبدوا الغرانولا ديالنا من الفران كنعاودو نخلطوها اون ديرنيير فوا هكا باش كنفكوها كيجيو طريفات طريفات ما كيبقاوش لاصقين كنخليوها تبرد نص ساعه هاد المنقانه وعاد كنديروها في ان بول اللي كيتشد ارميتيك باش كتبقى محفوظه لنا في لو بول المسلي ديالنا ها هو وجد يمكنكم تحتفظوا به حتى لعشر ايام في اون بواط تكون مسدوده مزيان ارميتيك باش يبقى مقرمش ولكن جو بو فو كونفيرمي انه بالده ديالو ما كيبقاش 10 ايام كيتسالى في يومين ثلاث ايام الاولى يمكن لكم تخدموه لوليداتكم في الفطور اولا في الكوتي ولا عجبتكم هاد الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو لقناه سيمبل اند ديليشوس باي هانيه باش ديما يوصلكم وصفات صحيه البنينه والسهله الى اللقاء